الأستاذة شيماء زوجها اشترى شقة بالتقسيط أو على تقسيط لمدة سنة، وبعد كده واضح إن العقد، يعني أنا من السؤال بتاع حضرتك إنه يجي وأنتوا كتبتوا العقد والعقد مكتوب فيه القسط بيتخصم إزاي وقدر القسط كل شهر، ما هو أكيد واضح في العقد أنتوا ابتديتوا في شهر كام وهتنتهوا في شهر كام، لكن حكاية التلاعب دي يعني هتبقى عليكم. يعني كان يجب أولا كان يجب تحديد ما سيتم بعد كده خلال السنة بالتفصيل في العقد. طيب أنا دلوقتي لو تلاعب صاحب الشقة ده في مواد التشطيب هو آثم ويأثم على ذلك، إلا لو إن زوجك سامحه. وبخصوص تمن الشقة إحنا بننصح بالوضوح والشفافية والوفاء بالعقود زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا في كتاب، فلا يفعل ذلك الصديق الناصح فلا يفعل اللي هو بيشور بيه، إنما الوضوح والشفافية مع وجود أهل الحكمة ومحامي ماهر عشان نوصل لاتفاق في هذا الأمر. العقد محدد بعدد أشهر معينة بأقساط محددة، إزاي يعني هيتلاعب في ذلك الأمر؟ فأرجو يبقى أنتم معكم عقدكم والعقد ده ملزم على الجميع يا صاحبة السؤال. نرجع لمحامي أفضل عشان ما نرتكبش شيء وبعد كده نندم عليه.